أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا ذرية من حملنا مع نوح وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن
In